فاج فريق نادي المجمع الرياضي البترولي بكأس الجمهورية في كرة الطائرة رجال سهرة أمس على حساب فريق أولمبي الميلية بقاعة حسين شعلان المحاذية لملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة. المجمع البترولي حافظ على اللقب الثاني له على التوالي بعدما حصده الموسم الفارط على حساب نادي برج بوعريريج. ها هو نادي أولمبيك الميلية يصل إلى نهائي الكأس للمرة الثانية على التوالي في تاريخه. الشوط الأول كان لصالح حامل الكأس النسخة الماضية وسار في اتجاه واحد أي لصالح البتروليين، كما أنهى النتيجة ب 25 نقطة مقابل 15. في الشوط الثاني فريق أولمبيك الميلية كان يبحث عن التاج ولو لأول مرة في تاريخه، كما أبدى مقاومة وكان الند للند مع نظيره البترولي، ولكن الخبرة كانت بادية على أرضية الميدان من طرف زملاء حدار هشام. جدار الصد كان ممتاز من جانب المجمع خاصة على الجهة اليمنى. كما ضيع فريق الميلية كرات عديدة في الإرسال، لكنه بقي محافظا على استماتته وعدل النتيجة قبل نهاية الشوط الثاني ب 23 نقطة مقابل 23، وبذلك زرع الشك في نفوس البتروليين وبعث المباراة من جديد. المواجهة الشوط الأول ما نجيبوش باسكو لأن اللاعبين ما كانوش مركزين تاع الميلية، المجمع البترولي كان أحسن منهم. لو كان شوفوا الشوط الاول ضيعوا اكثر ارسالات مجمع اولمبيك الميليه، ضيعوا 8 ارسالات وما كانش مركزين في استقبال. مدرب واش دار؟ احنا نعيطوا اللاعب ليبيرو هذاك، خرجوا دخل الثاني باش الشوط الثاني يلعبوا احسن من الشوط الاول، وكانت عندهم فرصه الميليه الشوط الثاني في ثلاثه، كانوا خاسرين 22-17 طلعوا حتى 23-23 وكانت عندهم الحظ لهم في الارسال، وضيع هذاك الارسال الاخراني الكره الاخرانيه لهذيك اللي جمع مجامع بترولي عرفوا كيفاش يجيروا المباراه الشوط الثاني صعيبه على كل حال لهم، وما زال دوك نشوفوا الشوط الثاني ان شاء الله ما يكون احسن على المستوى. كان شوطا مهما جدا بالنسبه للفريقين لينهي ابناء المدرب نهاي الجدل وينتهي الشوط الثاني ب 25 نقطة مقابل 23. الشوط الثالث مر بوتيرة سريعة جدا، المجمع البترولي كان يريد أن يحسم الأمور لصالحه. نقص التركيز من جانب نادي الميلية والخبرة من جانب المجمع البترولي رجحت الكفة لصالح هذا الأخير. مشكل فريق الميلية أو بالأحرى نقطة ضعفه تكمن في سوء استقبال الكرة، أما قوة البترول فتكمن في الإرسال. إرسال قاطع من جانب خضار هشام ثم الاسترجاع من طرف اللاعب دحمان عبد الله من جانب فريق الميلية. فريق الميلية ضيع كرات كثيرة في الإرسال. كنا ننتظر مقاومة شرسة من طرف أبناء الميلية ولكنهم خرجوا من المقابلة. وباعتبار أنه في كرة الطائرة الذي يصل إلى النقطة 25 أولا هو الذي يفوز. كما انتهى الشوط الثالث لصالح المجمع البترولي بنتيجة 25 مقابل 20 محافظا على لقبه الثاني على التوالي. المجمع الذي مر بفترة فراغ بدأ يسترجع أنفاسه وعاد بالكأس أمام أنصاره. جمهور الميلية كان حاضرا وبقوة وناصر فريقه حتى آخر لحظة، فالعلامة الكاملة لهذا الجمهور. التنظيم كان جيد وكل شيء سار على ما يرام. اولا نشكر على اللاعبين على المجهودات اللي داروا على طول السنه، ونهني الفريق الميلية على الاجتهاد اللي حققنا فينا والله، خاصه المقابله تلعبت في
في في في الماتش تاع البرج في الربع النهائي، ومن ثم كانت هنا يعني سوندو بسيكولوجيك باش اللاعبين تاعنا قعدوا كونسونطرين و قعدوا مركزين على فينال، والحمد لله ربي وفقنا ان شاء الله. والله السلام عليكم، نشكر كاع الجمهور، نشكر توت ليكيب ستاف ميديكال لي جوار، فيليستاسيون انو لادمينستراسيون. الحمد لله انا ترافاي بور سيت فيكتوار باسكو انا في ان فو با ضيعنا الشامبيونان، الحمد لله ربي عوضنا في هذه لا كوب. سي ان بوت ليكيب كل ترافاي اونسومبل، الحمد لله حققنا الكاس هذه، وان شاء الله العام المقبل ان شاء الله يعطيك الصحه ان شاء الله. فريق جي اس بي كيما راكم تشوفوا لعبنا له في الشامبيونان، درنا معاهم دي ريزلتا والله غالب ربي ما فوقش، وكان ماتش مليح وكان الادفيرسير كان ماتش في المستوى، درنا اللي علينا وربي ما كتبش، ومبروك الفريق جي اس بي. مباراة جاتنا صعيبة شوية بعد مشوار صعب جدا هذا الموسم، الحمد لله ربي وفقنا اللي حافظنا على التتويج تاعنا تاع العام اللي فات، وما جاش سهل على كل حال. فريق الميلية فريق قوي ومعروف، هذا هو النهائي الثاني تاعو، الحمد لله احنا ربي وفقنا ربحنا فزنا بالمباراة الحمد لله. الحمد لله راكم كنتوا معنا وشفتوا بان فريق الميليا الحق للنهائي، وهذا يدل بان في كل قطر الجزائر الرياضه راهي نايضه، والشباب هذا راه يمارس الرياضه في كل قطر الجزائر. نتمنوا ان شاء الله يزيدوا في المزيد، والطموح تاعهم يكونوا احسن، ونظن بان اليوم النهائي هذا نهائي الكاس كانت مباراة جد إيجابية، ومن كل النواحي التقنية والأدبية والروح الرياضية كانت في الموعد، هذا اللي يهمنا. والحمد لله الجمهور شجعوا الفرق نتاعهم بالفرح
والاحترام، وانا سعيد جدا بهذا النهائي. شكرا، بارك الله فيك. لا هي ماشي الخبره، هي سي لي مويان. دايور لو كانت نرجعوا دايور لوام كالميليا لاني بريسيدونت ايتي كلاسي ولا سيليكسيوني كوم ميور ايكيب اون الجيري. دينا تروا شامبيونا او مينيموم كادي اون جينيور، ان كوب دالجيري اون كاتيغوري كادات. اسمح لي اسمح لي، فوالا باعتراف الجميع. الجي اس بي ماهوش خير مني، الجي اس بي فافوريزي بلي مويان. انا نقول لك سي لي مويان، اعطيني لي مويان وشوف وشوف. هذا ما كان حطونا في ليمام كونديسيون وتشوف لو ريزلتا. هذا هو، حنا خسرنا سي دوزيام فينال ديالنا اون جينيور، دينا لا كوب دالجيري بيسك ما تطلبش دراهم لي كاتيغوري، ما تطلبش دراهم، سي الخدمه. في لي سينيور سي سي لي مويا سي لي بريم سي لي، هذا هو. حنا ما عندناش، حنا من العام اللي عندنا ما كانش، ما حبش نفشل اللي جان. مي راح نقول لك بالك راهو اخر موسم لهذا الفريق، امبوسيبل يكمل هكذا. رانا مهمشين، رانا محقورين، رانا مظلومين. هذا واش نقول لك، انا ما عندنا ما نديرو. فينال والله معجزه كي راني فيها.